مش معقول واحد ما بيرتاح من هم الشغل. بلكي عاوزينك لشي مهم. ما في شيء أهم منيك. وين كنا؟ كنت عم تخبرني إذا كان في حدا بحياتك قبل ما نتعرف على بعض. يا ريت تترك الموبايل مفتوح. طيب وكيف بنحكي؟ يمكن تكون عاوزتك لشيء ضروري. مين هي اللي عاوزتني ضروري؟ شي وحدة من اللي بتعرفهم. فرضا بعرف حدا وتركتك رمالك، وين المشكلة؟ ما في مشكلة. ولهالسبب عم بقول لك افتح الموبايل. خلينا بموضوعنا. لوين؟ إذا ما بتفتح خطك رح أمشي. خلص اوكي رح افتحه. ها نهايه.